ولكن انا واخا باغي ما غاديش نتطرق لهذا الموضوع لهذا السؤال لان اليوم عندنا حفل ختام وحنا فرحانين، ولكن بحال اللي غادي نقول لك على اننا من ناحيه ديال التشهير اللي سقام بيا وديك الضجه الكبرى اللي نوضوها انا عارف شكون من ورائها، ولكن انا التجأت للقضاء لان القضاء عندي فيه الثقه، والقضاء هو اللي يقول الكلمه ديالو. ان تعرضت للتشهير والسب والقذف والتلفيق مسسني انا ومسست اللجنه المنظمه والمؤسسه ومسست الاسره ديالي، فالقضاء هو الفاصل. كنقولها وكنعاودها، ناحيه ديال عبد الواحد بولعش في جماعه طنجه كيعمل رئيس لجنه الشؤون الثقافيه والرياضيه والاجتماعيه والعلاقه مع المجتمع المدني، اشتغل في حدود اللجنه ديالي. عبد الواحد بولعش ما يقال على لا يقال على انه يزور الرخص ولا يدخل في الرخص وما عنده تزوير، ما موراه هضره ما موراه ضجه في التزوير، واللي كيزور واللي كيستعمل الاساليب ديال التزوير معروف الحمد لله، معروف كل شيء، معروف طنجه وكل شيء معروف عند الناس. لهذا انا ما غنهودش المستوى ديالو، انا التجأت للقضاء باش ما يكونش عندي رد الفعل. الناس ناضت عملت واحد الضجه كاذبه في هذا التلفيق، فانا باش تعرفني على انني مؤسساتي وكنعرف بان الدوله ديالي المملكه المغربيه الشريفه هي دوله المؤسسات بانيها صاحب جلاله، التجأت للقضاء وما غنزيدش نهضر في هذا الموضوع حتى يقول القضاء الكلمه ديالو. من ناحيه ديال السلطه ممكنش نجي انا ماشي ما كنت انا كنسمح بزاف حقي حق في هذه النقطة هذه بزاف ما غنسمحش، لأن كيف يعقل أنك جمعتي مجتمع مدني واحد مجموعة الجمعيات ما عندهم حتى شي شغل باش يهضروا على عبد الواحد بولعش وعلى المؤسسة وعلى البرامج المؤسسة؟ كنت كنتمناهم أنهم ينوضوا ويعملوا برامج أفضل من اللي عملوها وأفضل من هذه المؤسسة، فهمتيني؟ حنايا ملي عملوا برامج في بني مكاده ولا عملوها في مغوغة ولا عملوها في السواني حنا كاملين فخورين بها، لأن الهدف الأسمى شنو هو؟ هو الإشاعة المدينة. راه ما غيبان لا فلان لا فرتلان، غتبان المدينه وهذاك هو الهاجس الاسمى. الا كان شي واحد شحالو كيسترزق من هادشي او الا كان كيهدف بانه باغي يلمع صورته بهادشي راه كيكذب على راسو. الراي العام والساكنه والمدينه والسلطات كل واحد كيعرفوا شكون هو. التعليق ديالكم على الدعم اللي كان الاشاعه اللي كانت كتخرج حول الدعم، كنظن وقيل البلاغ ديال الجماعه هو خير جواب على كل الشائعات. جماعة خرجت بلاغ كمؤسسه قالت حنا ما ندم حتى شي واحد، دعم حتى شي واحد، وحنا ممكن وما يمكنليش انا نشبر الدعم، انا رئيس مؤسسه ورئيس لجنه وعضو في الجماعه، غيكون عندي التنافي. ثانيا الدعم اللي كيجي يدوز راه عنده القنوات ديالو، خص المصادقه ديالو في الدوره، راه كاينه دوره غدا ديال استثنائيه، راه غيصدقوا على الدعم ديال الجمعيات الرياضيه. اذا علاش ديك الدعم غيتصادق عليه في الجمعيه في الدوره، والدعم المؤسسه غيقول تحت الطابله؟ ما كاينش شي حاجه تحت الطابله. ولكن نقولها من هنا، الجماعه ما عاونتنيش حتى باللافته. ولكن انا بما انني فاعل في وسط الجماعه، السيد العمده والنائب ديالو اتصلوا بيا، كاين فراغ بغينا نملؤه، ملأته بهذه البرامج، لان البرامج كان كاين برمضانيات واحد وجوج وثلاثه الى ثمانيه ان شاء الله. الفعاليات ديالو كاينه شي شحال اللجنه فيها، راه ماشي يجيو تهضر في القهاوي، خاص شكون اللي يعمل هذا الشيء. راه مجموعه ديال الناس متماسكه باش تخدم هذه المدينه هذه، وتطوعيه مساكن، ما خصهم حتى شي حاجه. الا هذا الفنان مساكن اللي هما احترافيين، الاحتراف ديالهم والقد ديالهم هو 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 هو, هو الفن. اذا يمكنش حنا عاونا نكونوا عدميين، اذا خصنا نساهموا في التنميه البشريه والتنميه الاقتصاديه للمدينه، وزيد عليها الاشاع، لان مدينه طنجه اليوم تضاهي المدن العالميه بفضل الرعايه الساميه صاحب جلاله الصحوه الكبرى اللي عرفتها مشاريع طنجه الكبرى. شوف شنو عندنا دابا الحمد لله في مدينه طنجه من منشات من 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 مراكز، زيد عليها دابا قصر الفنون والثقافه اللي غيتفتح قريبا ان شاء الله بفضل العنايه صاحب جلاله، لان طنجه غترجع مدينه دوليه ديال الجاز. هادشي كان ماشي ساهل، وحنا نبقاو نجلسوا نهضروا في قهاوي، خصنا نواكبوا هادشي، باش غنواكبوه بالعمل ماشي بالهضره. وانا كنتمنى من هاد الناس هادو كاملين مقارعه الافكار، افكار برامج برامج. وعندي بزاف ميتقال في هذا الموضوع، انا ما باغيش شي امور، لان غادي اذا بقيت كنقول شي امور الخفايا غادي ننزل على المستوى، وما بغيتش نعطي الراي العام ولا المتلقي اللي كيسمع هادشي نعطيه الرداء في الاسلوب، بغيت نعطيه الحاجه غير نوضح الحقيقه وما نجرش وراء الانزلاقات ديال البلطجيه.